القبض على 11 خلية إرهابية تضم 43 قيادة إخوانية. وللتعقيب أيضا على المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية، ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء فؤاد علام الخبير الأمني. سيادة اللواء تحياتي ليك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيه. يعني رؤيتك بشكل عام حول الوضع الأمني الحالي. احنا كل يوم في تحسن إلى الأمام، ما فيش شك الأمن بيبذل جهود جبارة. احنا شفنا عملية تأمين المؤتمر الاقتصادي وتأمين الجمهورية، فترة انعقاد المؤتمر الاقتصادي كانت ناجحة بصورة ملفتة للنظر جدا. أهم شيء في ما أعلن اليوم عن ضبط مجموعة من الخلايا بتتكون من مجموعات، الغالبية العظمى منهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. نعم، ده اللي احنا بندور عليه، بنقول إن التنظيمات السرية التنظيمات الإرهابية لابد أن تخترق ولابد أن توجه لها ضربات استباقية. صحيح المجموعة دي أغلبهم سبق ارتكبوا جرائم أخرى، إنما ضبطهم اليوم بيكشف عن خبايا مجموعة من العمليات اللي تم ارتكابها في الشهور الماضية، وأيضا بيكشف مخطط كانوا يزعموا القيام به في المرحلة القادمة. نعم، هذه الضربات الاستباقية من ناحية الأمن، من الناحية الفنية، هي قمة نجاح الأمن، لأنه كلما نجح الأمن وجهاز المعلومات بالتحديد في اختراق التنظيم السري يمكنه أن يوجه له ضربة استباقية قبل أن يشرع في تنفيذ أي نعم، جريمة. يعني هذا بالتأكيد النجاح وهذا العدد إن شاء الله إن شاء الله يثمر يكون في مصر ويجعل فيها الأمن والأمان والاستقرار دائما وأبدا. سيادة اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التحية والتقدير أيضا لرجال الشرطة المصرية.